احنا وصلنا للخطوة الأخيرة والأهم خطوة من خطوات إنشاء حساب البيبال. طبعا الخطوة تتمثل بربط حسابي البيبال بحساب البنكي. طبعا هلا عندي حساب البيبال بعد ما عملت إنشاء حساب البيبال. هل المفروض مني إنه لازم أضيف حساب البنك على حساب البيبال؟ كيف؟ هلا في طريقتين، إما راح نروح على الثلاث شخطات الموجودة بالأسفل على اليسار، راح نضغط عليها، بعدها راح نضغط على كلمة كريدت اند كونتو بانك سوفوغن، تمام. فبعدها نضغط على كلمة بانك كونت هون سوفوغن. بعدها هون راح ندخل الميلاد مع الإيبان، بعدها نكبس على كلمة بانك هند سوفوغن، تمام. أو الطريقة الثانية عشان نضيف حسابنا البنكي بحسابنا البيبال تتمثل بالخيار الموجود بالأعلى بالمنتصف، حساب اسمه ايبور زيان المحفظة المالية والمحفظة الإلكترونية. هل إذا ضغطنا عليه ضغطة مثل ما شايفين عندي هون راح يطلع عندي خيارين باليسار، خيار إضافة حساب بنكي أو كريدت كارد. طبعا أنا على سبيل المثال بدي أضيف حسابي البنكي، راح أكبس على كلمة على إشارة الزائد الموجودة فوق بنك كونتو، ضغط عليها، بعدها راح يحولني على الشكل التالي، بنزل بنزول وراح يطلب مني هون دخل الجيبور ستاتوم الخاص فيني، وبعدها والإيبان الخاص بالحساب البنكي الخاص فيني، بعدها راح أكبس على بنك كونت هون سوفوغن. طبعا بعد ما أكبس على بنك كونت هون سوفوغن راح يظهر عندي الحساب البنكي اللي ضفته على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون، راح يظهر عندي على الصفحة الرئيسية بحساب البيبال الحساب البنكي اللي ضفته، بالإضافة إلى هيك مربع أحمر على الشكل التالي كلمة بيشتي بيقول. هلا طبعا بعد ما ضفت حسابي البنكي على حساب البيبال هلا راح تجيني حوالة من البيبال بقيمة 1 سنت، بالإضافة الحوالة تحوي على 1 سنت، بالإضافة إلى كود مؤلف من 4 مراتب، هالكود المفروض علي إنه آخده عشان تأكيد حسابي البيبال. طبعا احنا راح انطر حوالي من يومين لثلاث ايام عشان انطر الحوالي راح تجيني من حساب البيبال على حساب البنك المصرف الخاص فيني. بعد يومين راح اشوف الكود اللي بيجيني. طبعا هلا راح نكبس على كلمه بيشتري كل ما شايفين عندي هون ضغطه، هلا انت شايفين عندي هون عم يعطيني على الشكل التالي. هلا راح انزل بنزول، عم يطلب مني انه شو بنك كونتو بيشتري كون، يعني تاكيد حساب البنكي، راح نضغط عليها ضغطة. هلا انتم شايفين عندي هون عم يخبروني انه راح تجيني حوالة من البيبال تحوي على كود يحوي على كود مؤلف من 4 ارقام، طبعا المفروض انه انا ادخل هالارقام. هلا شو راح اروح اعمل؟ راح اروح على حسابي البنكي الخاص فيني بعد يومين او 3 ايام، راح اعمل كشف لحسابي البنكي، وراح اشوف شو راح اشوف انه جايتني حوالة من شركة البيبال بقيمة 1 يورو، بالاضافة الى الحوالة تحوي على كود مؤلف من 4 مراتب. هلا راح اروح على حساب على اعمل كشف حساب من حسابي البنكي. هلا شباب عندي هون بعد ما عملت كشف حساب لحساب البنك المصرفي الخاص فيني راح اشوف انه جاييني حواله من الباي بال. طبعا انتم شايفين عندي هون الباي بال حواله بقيمه 1 يورو. طبعا عم يكون بالاضافه للحواله اللي بقيمه 1 يورو فيفندون سفيك سبب الاستخدام. طبعا انتم شايفين عندي هون كود مؤلف من 4 مراتب، طبعا هالكود المفروض اخذه عشان تاكيد حسابي البنكي بحسابي الباي بال. هالكود هو 1693، راح اخذ هالرقم، بس هالرقم المؤلف من 4 مراتب 1663 1693، راح اخذه عشان التاكيد. راح ارجع على حسابي الباي بال. طبعا شباب بعد ما وصلني الحواله من الباي بال بالاضافه الى الكود الخاص فيني راح اكبس على مثل ما حكيت على كلمه بنك كونتو بيشتري كون، طبعا انتم شايفين عندي هون، وراح ادخل الكود اللي وصلني على حسابي على اللي وجدته بالكشف الخاص بحسابي المصرفي، راح ادخل الكود هون. طبعا عم يخبرني ان الكود مؤلف من 4 مراتب، طبعا راح اسجله هلا. هلا دخلت الكود اللي وصلني طبعا من شركه الباي بال، هلا بعدها راح اكبس على كلمه فايتا. طبعا انتم شايفين عندي شباب هون عم يعطيني انه شبار كازا، عم يخبرني اسم البنك الخاص فيني وعم يخبرني فوكدا بيشتديجت، يعني انه تم التأكيد. هلا بعطيها كلمة فيرتش، بعد ما اعطيها كلمة فيرتش هيك صار ربط بين حسابي باي بال وحسابي الشباركاسة. هلا اذا رحنا على الصفحة الشخصية الموجودة عندي هون
راح اشوف انه حد الحساب البنكي كان في كلمة بيشتريون، اما حاليا شو صارت انه هالكلمة اختفت. طبعا هلا حاليا بعد ما عملنا الربط بين حساب الباي بال وحساب البنكي، هيك صار حساب الباي بال جاهز، وهلا بامكاني اعمل دفعات وبامكاني اشتري اي شيء من الانترنت باستخدام حساب الباي بال. طبعا درسنا لهلا ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، وان شاء الله نشوفكم بدرس قادم، والسلام عليكم.